حيث دشن حزب حماة الوطن بقنا مبادرة بعنوان لا للمخدرات من أجل الوطن، والتي تهدف إلى مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب مع توعيتهم بخطورة هذه الظاهرة على تنمية الوطن. من قنا تفاصيل عوفة مع الزميل هانش حتى. من أجل تعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية لمواجهة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، دشن حزب حماة الوطن مبادرة لا للمخدرات من أجل الوطن، وذلك بمشاركة العديد من الجهات. وتناولت المبادرة العلامات الأولية التي تظهر على متعاطي المخدرات، منها عدم تناول الطعام والسهر طوال الليل والميل إلى العزلة، وكذلك طرق العلاج. وقد أصدرت عدة توصيات عن المبادرة من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. طبعا احنا بنحيي شعب قنا وشعب نجي حمادي، هي مبادرة احنا عاملينها الحزب في أمانة قنا للتوعية من أضرار المخدرات ومن أضرار الشاب وعلى الأخص، والمبادرة دي تولناها الحزب على مستوى المحافظة جميعا، وكانت البداية هنا في نجي حمادي. عملنا ندوة توعية على أعلى مستوى، شارك فيها جميع الجهات، مجلس المدينة، الصحة، التربية والتعليم، وبإذن الله سوف تعمم هذه المبادرة لجميع مراكز قنا، بل سنغزو جميع المدارس برضه عشان نوعي الطلاب ونوعي أبنائنا الطلاب ضد أضرار المخدرات بإذن الله تعالى إن شاء الله. دكتور سمير عبد الغني، أمين تنظيم حزب حماية الوطن. النهاردة كان ندوة عن لا للمخدرات، مبادرة أطلقها الحزب لا للمخدرات من أجل الوطن. المبادرة يعني كانت لتوعية الشباب وتضافر جهود المجتمع المدني بكل كياناته وكل أطيافه أن تقف وراء الحرب على هذه الآفة التي يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تزول من مجتمعنا. وكان الحضور حضور ممتاز، وكان المتحدثين تحدثوا بما يفيد الحاضرين، والحاضرين يعني كانوا أكثرهم من أولياء الأمور ومن كافة قطاعات المجتمع. أحمد محمود أبو جبل، رئيس وحدة متطوعي صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي. إحنا نتكلم على أهم الخدمات اللي هو بيقدمها الصندوق، صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي. أول حاجة خدمة الوقاية، اللي هي احنا بننزل نعمل رساله توعيه بتاعتنا في المدارس، في مراكز الشباب، في المجالس المحليه، في المصالح الحكوميه، في المواقف، في الشارع، في كل مكان احنا بننزل نادي في رساله التوعيه بتاعتنا، وبنوعي باهميه دور الصندوق واهميه العلاج واهميه ان احنا لازم نخدم مجتمعنا وازاي نعمل نقلل من انتشار ظاهره المخدرات وكده. النهارده شرفنا بالتواجد في مبادره لا للمخدرات من اجل الوطن، المبادره التي تتسق مع جهود الدوله بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وكل المنظمات المعنيه بالحفاظ على الوطن. طبعا اكثر من متحدث كان في راي الدين الاسلامي والمسيحي، وكان في ممثلين عن وزاره الصحه وممثلين عن المراكز المتخصصه. بيوم عبد الباسط، مدير العلاقات العامه والاعلام، في اطار التعاون المشترك ما بين الاحزاب السياسيه والاداره المحليه متمثله في الاستاذ اشرف انور، فقام سيادته بتكليفي بحضور مبادره لا للمخدرات من اجل الوطن الذي تم تدشيناه من قبل حزب حماة الوطن أمانة محافظة قنا، فنحن اليوم كنا بصدد حضور المبادرة في علاج الإدمان. من محافظة قنا هانش حتى لأخبار طيبة.